أيام قاسية عاشها اللبنانيون العائدون من السودان تحت وطأة القصف والاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. من مدينة بورت سودان وعلى متن سفينة للبحرية الملكية السعودية انطلقوا في رحلة الإجلاء إلى جدة، ومن هناك إلى مطار رفيق الحرير الدولي هرباً من تدهور الوضع الأمني في السودان. بالورود والقبولات استقبل أهالي اللبنانيين أحباءهم. كان مشوار كتير صعب بالبحر لمدة 22 ساعة، رطوبة، شمس قوية، بس الحمد لله قدرنا نوصل على جدة، وبجدة كمان عملوا لنا الفياز الباسات وكل شيء على المطار. من أول يوم انقطعت الكهرباء طبعا والماي على الكهرباء، فكمان الماي انقطعت وضلينا بلا كهرباء ولا ماي، فانقلت أنا على الفندق وضليت قاعد بالفندق لحين ما جئنا له. هلا احنا فقنا كان في قصف وضل كل الوقت والشبكات عنيفة، لأن احنا كنا قراب من القيادة تبع الجيش، هون كان في الشبكات، وبعدين انه مثل حيلا دائما يعني الشبكات كل وقت واصوات، ونحن مش عارفين ما فينا نظهر من الاوتيل، ما كان سيف، والحمد لله قطعت. بالوفاق والتعاون يمكن تحقيق المستحيل. بهذه العبارة أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب نجاح الدفعة الأولى من عملية إجلاء الرعايا اللبنانيين من السودان. من الخرطوم لبور السودان كانت عم تساعدنا دولة الإمارات، وبين بورت سودان لهون هي المملكة العربية السعودية. الاتصالات اللي صارت أسمرت عن مجيء هؤلاء اللبنانيين، كل اللبنانيين إلى بلدهم رجعوا، ونحن ممنونين كثير لا المملكة العربية السعودية ولا الإمارات العربية المتحدة اللي ساعدونا أن نوصلهم لهون وعطون الأولوية للبنانيين. عملية الإجلاء من السودان إلى لبنان شملت 60 شخصاً بينهم فلسطينيين وسوريين، والمساعي مستمرة وعلى دفعات لإعادتهم إلى بلادهم. رحلة إجلاء الرعايا اللبنانيين من السودان حطت رحالها هنا، عادوا سالمين إلى بر الأمان بعد أن تقطعت بهم السبل وهددت الأوضاع الأمنية حياتهم نتيجة اشتداد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، غيدة جبيلي، بيروت.